شيع أبناء شعبنا في مدينة البيرة جثمان الشهيد الشاب عبد الله عساف الذي ارتقى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل السامة في محيط منزله بحي سطح مرحبة جنوبي مدينة البيرة. انخنق من الغاز ما يعني مات وهو بالسيارة، ما قدرنا نوصل للمستشفى، كان ميت. هاي هي حياتنا مع الاحتلال، فيش مستحيل انك تسلمي منهم الا يسكروا في وجهك، يعني بتكون بحالة خطر بدك تتعديها بترتد عليك الخطر وبتروحي فيها بسببهم، هم بسبب حواجزهم اللي بتأذينا اصلا، بعدين محتليننا ليل نهار باب الدار، لا صبح لا ظهر لا عشيه ما بتشوفيهم الا هم باب الدار، صرنا مرعوبين ما نطلعش من الدار، سكرنا حالنا 24 ساعه، مش عايشين زي الناس نهائي، فيش حياه. عائله الشهيد عساف القت نظره الوداع الاخيره على جثمانه قبل ان ينقل الى مسجد العين، حيث ادى المشيعون صلاه الجنازه عليه، ووري الثرى في مقبره البلده وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال. من جانبها أعلنت بلدية البيري تعليق دوامها حدادا على روح الشهيد الذي عمل كموظف في قسم الأشغال العامة. هبة الرماوي، تلفزيون فلسطين.